100 مليار دولار صادرات، الحلم ممكن. عنوان النسخة الثامنة من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الذي يعقد كمنصة وطنية تقدم الرؤى للاقتصاد المصري بين ما تحقق بالفعل وما تسعى الدولة لإنجازه من خلال جلسات تضم عديد الوزراء ورجال المال والأعمال والصناعة. مؤتمرنا هذا العام عن حلم الرئيس للوصول بصادراتنا إلى 100 مليار دولار، والحقيقة أن الرئيس السيسي فتح أمامنا أبواب الحلم، والأهم أننا تعودنا معه أن تحقيق الأحلام مهما بدت مستحيلة هو أمر ممكن، وما حققته مصر السيسي في 7 سنوات يدفعنا لأن نرفع رؤوسنا عالية ونباهي بدولتنا الأمم. في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور طارق الملا بعضا من قصص النجاح التي كان من شأنها مشاركة هذا القطاع الحيوي في النهوض بالاقتصاد القومي. على الرغم من جائحة كورونا، تمكن من المساهمة بحوالي 24% من الناتج الإجمالي المحلي في 2019-2020. حقق قطاع البترول رقم قياسي في صادرات الغاز الطبيعي المسال، ليضع مصر في صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من 2021، بواقع تصدير 1 مليون طن بنسبة زيادة قدرها 900% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عالميا خلال الربع الثالث من 2021. الدولة في سعيها لإحداث تنميتها الاقتصادية لم تغفل توفير الفرص الواعدة كل في مكانه، ولهذا لم تغب الإجراءات والسياسات الإصلاحية في مجال الطاقة والتي كان من ثمارها القضاء على أزمات القطاع الكهربائي. تم إضافة قدرات تبلغ أكثر من 28,000 ميجاوات. القدرة الإسمية المركبة في الشبكة في الوقت الحالي بتبلغ حوالي 56,000 ميجاوات، وقدرات متاحة يوميا بتبلغ في حدود 47 أو 48 ألف ميجاوات. تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي. احنا عندنا ربط مع شرقا مع الأردن الشقيق، غربا مع ليبيا، وجنوبا مع السودان. يجري حاليا العمل على مشروع كبير جدا للربط مع السعودية. كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التي ألقتها نيابة عنه الدكتور نيفين جامع وزير التجارة والصناعة أكد فيها أن تحسين مناخ الاستثمار انعكس على الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري في وقت تأثر فيه العالم أجمع من تداعيات جائحة كورونا. إننا وبكل ثقة بندعو الكيانات الاستثمارية الدولية والمحلية لتوجيه استثماراتها إلى السوق المصري استغلال العمق الاستراتيجي والعلاقات والاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول والتكتلات الاقتصادية العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية التي تتيح النفاذ إلى تلك الدول بمميزات تصديرية وتسويقية غير مسبوقة. والحلم ممكن إن شاء الله ممكن، لتبقى أبواب الحلم مفتوحة دائما بمئات المليارات من الصادرات وليس 101، في ظل عزيمة مصر قيادة وحكومة وشعبا على المضي قدما في إصلاحها وخطتها الاقتصادية للتنمية. سارة متولي، التلفزيون المصري.